يلا صباح البيوم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من فقرة عيش بيو عيش صحي مع مها العوادي دكتورة صيدلانية. جابت لنا وصفة طبيعية للعناية بالشعر بديلة عن المواد الكيميائية اللي تحدثنا عنها في الجزء النظري من البرنامج. صباحك سعيد من جديد مها. صباحك أسعد فرياد، وصباح حيوي وصحي المشاهدين الكرام من جديد. دونك الوصفة الطبيعية تاعنا تاع نهار اليوم راح تكون عبارة عن ماسك اللي قلنا بلي ليتيليزاسيون تاعو ولا الاستعمال تاعو يكون مره ولا مرتين في الاسبوع، لماكسيموم مرتين في الاسبوع. بالنسبه للناس اللي عندها شعر دهني ولا فروه شعر دهنيه نستعملوها مره في 15 يوم ولا مره في الشهر باش اون فافوريز با هذيك الانتاج تاع السيبوم هذاك اللي يدير لنا زيوت في الشعر تاعنا. يلا نروحوا مباشره نشوفوا المكونات، تحدثنا عليهم في الكواليس. مكونات سهله مهله ماشي غاليه متوفره في عند الجميع ما عدا زيت اكليل الجبل اللي ربما ما كانش في البيت لكن متوفر في الاسواق. متوفر ويتباع نورمال. ماشي زيت اكليل الجبل، هو الزيت الاساسي لاكليل الجبل، باسكو فرق بين زيت نورمال والزيت الاساسي. وشنو هو الفرق؟ سي لي ويل ليسونسييل، زعما صرات ليكستراكسيون تاع الاكليل الجبل. هذا قطره واحده ليكيفالون تاع 20 مليليتر ولا من نورمال. دونك نيتوليزي الزيت الاساسي اللي يكون مركز، نستعملوا منه بعض القطرات برك، ماناش راح نستعملوا كميه كبيره. زيت اكليل الجبل بيضه عظمه ولا عظمه، احنا نقولوا عظمه، احنا نقولوا ولاد الدجاج. ولاد الدجاج واحده من ولاد الدجاج، بنت الدجاجه واحده. زيت الزيتون، هذه هي مكونات الوصفه تاعنا. احنا نقولوا له زيت قبايل. زيت قبايل، احنا زيت الزيتون والعظمه. يلا زيت الزيتون، العظمه، وزيت اكليل الجبل. كاين ايضا واحد الوصفه طبيعيه بامتياز شخصيا انا نستخدمها، هي اننا نغليو اكليل الجبل، نغليوه ومن بعد كي نخلوه يبرد وينشف نشلو به شعرنا ولا نديروه بالفابو قبل يعني الحمام. هذه ثاني تري افيكاس، علاش؟ باسكو اكليل الجبل، سواء زيت اكليل الجبل سواء لانفوزيون، هذه اسمها انفوزيون ولا منقوع اكليل الجبل، واي حاجه فيها اكليل الجبل، ميم سي زيت جوز الهند، هنايا ما كانش متوفره زيت جوز الهند، نقدروا زيت الزيتون نستبدلوها بزيت جوز الهند عادي جدا. دونك اكليل الجبل يحسن الدوره الدمويه، على هذا يغذي الشعر ويحافظ على فروه الراس عن طريق تحسين الدوره الدمويه. اذا نزيدوه في فوره الراس، معليش يعني يلامس فوره الراس، مش مشكل. مش مشكل بالنسبه للمنقوع، ماشي الويل. المنقوع وي نورمال، لو سبراي هذاك نقدر نقيس به فروه الراس عادي جدا. زيت لا لا، زيت لا لا، زيت لا لا، فروه الراس لا، باسكو ثقيل كما قلنا. دونك يغذي الشعر عن طريق تحسين الدوره الدمويه، ينقص جفاف فروه الراس، وبالتالي راح ينقص لنا من القشره. وطبعا والغني عن التعريف جدا، خلاص انه زيت اكليل الجبل يمنع تساقط الشعر. جميل، اذا نغليوه نغليو اكليل الجبل ولا نرموه مع الاخر وما يكون غلانا الماء بعد ما نحافظوا على القيمه تاعو؟ اكزاكتومون، عليك نور. بعد ما يكون غلى الماء تاعنا باش نحطوا اكليل الجبل ونغطيوه، هذه اسمها انفوزيون. هنايا اختلاف، ان شاء الله نديروا حصه عليها واحده اخرى. الاختلاف في الانفوزيون ولا الاولى اللي قلتي، انه الاولى وقتاش نغليو الماء ونحطوا الماده هذيك تغلي مع الماء، كي تكون باغ اكزومبل سيقان الجود هنايا نغليوها مع الماء. مي بالنسبه للاوراق راهي حاجه سنسيبل، الاوراق نخليهم في الاخر باسكو كان نغليهم نفقدوا القيمه تاعهم. ماها انت ملهمه، خصوا لها عدد كامل هذا الفقره، لازم لها عدد كامل، بصح تعطيني زائد واحده على الوصفه تاعي اكليل الجبل. شكرا. يلا نروحوا نبداو مباشره هذه الوصفه اللي جبتيها لنا اليوم. دونك كما قلنا اكليل الجبل انه يغذي فروه الراس عن طريق تحسين الدوره الدمويه. البيضه، علاش البيضه بالتحديد؟ لانه غنيه بالعناصر الغذائيه، غنيه جدا خاصه بالبروتين. بيض البيض غني بالبروتين، البروتين بروتين طبيعي يغذي الشعر، وصفار البيض غني بالكبريت اللي يغذي الشعر ويمنع تساقط الشعر. دونك راح نعزز نمو الشعره عن طريق البيضه هذه. أكيد. زيت الزيتون على بالنا باللي يغذي ينمي ويحفز نمو الشعره تاعنا، وكذلك غني بمضادات الاكسده. واش دير مضادات الاكسده؟ تعدل الحموضه على فروه الراس وتنقص لنا نسبه انتاج الدهون وتحارب الشوارد الحره. اكزاكتومون. ثاني نقطه، يعطيك الصحه. العام الجاي نديرها نعيش بعيش صحي. خلاص خلاص. يلا دونك نبداو بالبيضه.
البيضة احنا الموسم الماضي كانت عندنا وصفة طبيعية الصراحة، كان فيها اكل الجبل وكانت ناجحة 100% عن تجربة لاني جربتها، فيها القرنفل وما الى ذلك، لكن درنا غير سفر البيض. نقدروا نستغناو على البياض البيض؟ تقدري تستغناي عن بياض البيض بون لتطويل وتحفيز نمو الشعر، مي لو بلون دوف ولا بياض البيض كما ذكرت دركا غني بالبروتينات. ما شتيش بلي الرياضيين نقول لهم كلوا بياض البيض؟ بياض البيض خاصة الرياضيين كامل ياكلوا بياض البيض لأنه غني جدا بالبروتينات. واليوم راح ندير دي بروتيين بون كي سون شير، جو سوي با لا باش نقول لكم ما ديروهمش ولا لا، لا يغذيو الشعر بصح البديل الطبيعي ديما احسن. دونك بياض البيض غني بالبروتينات، عليها استعملت بياض البيض، والصفر غني بالكبريت اللي يحفز نمو الشعر. ندير بعض ندير 3 ملاعق ولا 4 بون ملعقه اللي عندنا صغيره بصح، لكن حنا نديروهم صغار ولا كبار؟ كبار. اذا لا هذا راح نسكب شويه كميه، دونك ليكيفالون تاع 3 هكا كويير دو سوب، كويير سوب تاع زيت الزيتون، نواسهم في الخلطه ونزيدوا اكليل الجبل هذا بعض القطرات لانه مركز زيت جدا. شحال؟ ندير من 3 حتى 5 قطرات فقط من الزيت الاساسي لاكليل الجبل، يعني الرائحه تاعو راني نشبهها منها طيبه جدا وصراحه منعشه، حتى اذا استخدمناها على الشعر تاعنا الرائحه ما راحش تقلقنا اطلاقا، ماشي كيما ربما الزيت الثوم. زيت الارغان هذو يدير لنا صحيح، هذوما بالك الرائحه تاعهم راح تقلقنا شويه، لكن هذا بالعكس الرائحه تاعو الزكيه. لو كان وسيتي غير هكذاك برك، معليش قطرات فقط هكذا يا إلهام، أماها عفوا. يلا إذا زيت إكليل الجبل دونك ليكيفالون دو 3 ا 5 غوت ماكسيموم من زيت الأساسي لإكليل الجبل، متوفر في الصيدليات وحتى عند العشاب متوفر، يعني نقدروا نصيبه. الزيت الأساسي غالي على الزيت العادي الطبيعي؟ أغلى في الثمن بصح ماشي حاجة كبيرة، ماهوش تخيل شاغ ولا لا. نخلطوه مليح، كيفاش راح يكون التطبيق تاعو على لابليكاسيون؟ ديما جيفيت فروة الرأس، دونك ما نديرش في فروة الرأس، ندير أباغتيغ من أطراف الشعر إلى غاية النهايات، ونغطي الشعر تاعي لمدة 20 دقيقة إلى نص ساعة قبل الاستحمام كما قلت قبيل. برك هذه لا أكثر. لا أكثر. أنا عندي بالك سؤال، كما نشوفوا القوام تاعو ما راهوش يعني كريمي، نقدروا نزيدوا له يعني علبة تاع ياغورت طبيعي باش نتحصلوا على هذيك هذاك تحصل على القوام زعما اللزوجه هذيك لا فيسكوزيتي هذيك بوسيبل وي يا طبيعي على المواد مش حل... لا 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 نورمال، انا جو بريفير هكذا، وين نقللوا المواد وين تكون ويكونوا مواد دو القيمه تاعهم عندهم اون فالور دونك راح يغذيو لي شعر سي بون. هذا بعد نقدر جاب جو لابليك شغل سيروم شغل زيت وخلاص نابليكيه، اذا حبيت كثر يكون ماسك زعما الفيسكوزيتي تاعو تكون كثر ولا اللزوجه تاعو تكون كثر نقدر نستعمل ياغورت طبيعي عادي جدا. اذا بالنسبه برك هذاك المايونيز وخلطة هذيك المايونيز بالخل لا 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 لازم يعني اعداد كامله باش نركزوا على هذه الاخطاء اللي رانا نوقعوا فيهم، لانه المراه يعني بطبيعتها تحب شعرها وتحب تعتني به. نعاودوا نولوا ربما لعاداتنا وتقاليدنا، زمان كانوا يعني يعتنيوا بالشعر بالاوراق الحنة حتى البيطراف، يعني اوراق الحنة سيت انتي فونجيك مضاد للفطريات، الحنة في حد ذاتها راهي انتي فونجيك مضاد للفطريات دونك مفيده جدا 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 للشعر. مليحه مليحه الحنة ترطب بكري كانوا كيديروا حتى صحيح، وعلى بها شعرهم جداتنا وخالاتنا حتى دوكا مازالوا يعني شباب، وهذا يعود لاستخدامهم هذه المواد الطبيعيه. يعطيك الصحه، شحال شفنا هذا الخليط ولا نستخدمه مباشره؟ تما انت تما بعد وخلاص، نسي ندير ان كونتيتي اللي دير لي شعري كامل وخلاص. فريال حبيت نزيد اضافه اخيره، لاليمونتاسيون تاعنا ولا النظام الغذائي تاعنا يلعب دور مهم جدا جدا في تغذيه الشعر تاعنا وفي حاله الشعر تاعنا. النظام الغذائي تاعنا لازم يكون عندنا ان ريكيليبراج اليمونتير، نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه خاصه في فصل الصيف اللي تكون غنيه بالماء، باسكو الرطوبه ولا الجسم تاعنا كيكون مغذي بيان شعرنا اوتوماتيكمون راح يكون مغذي بيان. اي اون بون هيدراتاسيون، شرب الماء بكميات معتبره جدا في درجه الحراره هذه، ترطيب الجسم راهو ينعكس عكس طردي مع ترطيب الشعر تاعنا. قبل ما نخليك تروحي مها، حبيت فقط نسقسيك على بعض المواد اللي نستخدموهم في الشعر تاعنا باش نعتنيو به باش نعطولهم لمعان وباش نطولوه. البصل لتطويل الشعر تنصحي به ما تنصحيش به؟ البصل لتطويل الشعر جيفيت نو، هذا انتيبيوتيك البصل.
مضاد للبكتيريا بوكو بلوس. تطويل الشعر نو جيفيت ايضا من بعد من بين الاجراءات اللي بصل ندير اكليل الجبل. اكليل الجبل انجع وافضل رائحه, افضل في التطبيق, اسهل في التطبيق. دونك ما حيت كاين البديل جو بريفير اكليل الجبل دو لوان البصل. هي عن تجربه البصل رائحته تروح كي تغسله من بعد تعاود تولي لاشهر لاشهر رائحه البصل راح تعاود تولي يعني حتقعد معكم فتره. ايضا من بين الاجراءات اللي يقوموا بها النساء اللي متابعوا فينا هي تشليل الاخرى, تشلل بالخل. مليح هذا الاجراء تنصحي به؟ ماشي ديما, ماشي شاك دوش, مي دو طون زون طون وي. واش من نوع من الخل؟ خل تفاح. خل تفاح دايوغ يمد واحد اللمعان ويعاوننا جد انا ونديرها, يعاوننا جدا جدا ان نقضيو على القشره. بصح ماشي بصفه دوريه, ما نزيدوش ما نزيدوش عليها شغل دو طون زون, مره في لو موا ولا مره في لو تخيم هكذا دو طون زون طون وي سي با غراف. ايضا من بين الاجراءات الماء البارد اخر الغسله. الماء البارد هذه اللي راح نختموا بها, انه الماء البارد في اخر غسله يعاوننا جدا انه نقفلوا المسامات باش ما يبقاوش المسامات اللي في شعري مفتوحين. دونك اخر تشليله خلاص خلاص بعد ما نكمل لادوش تاعي الماء البارد ماشي غير للشعر ميم للجسم تاعنا راح يدير لنا شد وراح يغلق لنا المسامات. جميل, يعطيك الصحه مها العوادي دكتوره صيدلانيه. شكرا كنت ضيفتنا في هذه الفقره لاول مره, مشكوره وعلى بالي يوافقوني المشاهدين كنت اكثر من رائعه. ربي يجازيك خير. ميرسي, شكرا على الاستقبال. شكرا.